كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام في فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. كنا واقفين في آخر فقرة، صححنا من الآية 6 للآية 8 في سورة الانفطار، لكن مش الكل قرأ فهيكملوا قراية، وأتمنى على حضراتكم إحضار المصاحف للمتابعة معانا. كنا واقفين عند شروق، يلا يا شروق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. غرك ولا غرك؟ غرك. أيوة. غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك خلقك. قولوا معايا. خلقك. يبقى أنا عندي حرف فخ خ خ، وعندي لا، مش عايزة المفخم يأثر على اللام. أنا اتنقل بسلاسة من ده لده لده من غير ما المرقق يأثر على المفخم أو المفخم يأثر على خلافه. الذي خلقك فسواك فعدلك. أيوة. في أي صورة ما شاء ركبك. جميل، يلا يا عبد الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في الهمس ضعيف، عايز أسمعه، جري النفس شوية وانت بتنطق الهمس. حرف الكاف عشان نذكر السادة المشاهدين، أحد حروف الهمس اللي لازم أخرج شوية نفس وأنا بنطق الحرف عشان الحرف يظهر معي، لأن هو من مخرجه ضعيف فلازم يجري شوية نفس عشان يبان الحرف. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا، الهمس مش عاجبني يا عبد الله. ركبك. ركبك. وبرضو عندك التاني فعدلك. فعدلك. معايا ركبك. 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 فعدلك. فعدلك. يظهر معايا الهمس، يلا يا سيدن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في فين الهمس؟ في فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جميل، يلا يا أنس. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وعايزة تصوير المعنى يا أنس، وانت عندك الحتة دي حلو. يا أيها الإنسان، ده كلام عايز الإنسان ينتبه لكلام رب العالمين ليستقيم سعي الإنسان في الدنيا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أقوم أنا أنتبه واللي بيسمعني برضو ينتبه للمعنى، أصور المعنى.
ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جميل، يلا يا حنونة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. برضو أنا عايزة وإحنا بنقرأ القرآن أبقى حاسس المعنى، لما أحس المعنى مع حرصي على إني بخرج الحروف من مخارجها مظبوط، هتلاقيكي نفسك صوتك ده كأنه بيرسم لوحة، أما أحس المعنى أعرف أصوره، ما تبقاش وأنا قراءتي ما فيهاش تصوير، كأني بقرأ كده بدون إحساس، لا لازم إحساسي يبقى عالي. ربنا يفتح عليكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين.